سمعت عنه إنه مش محدود، ما تحدهوش أي صدود، هعلم معجزاته وأحكي عن آياته، صدقوني ربنا موجود. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. طبعا بنقول لكل مشاهد كل سنة طيبين. احنا النهاردة في برنامج ربنا موجود عاوزين نتكلم عن عدوك انهزم. تقول لي عدو ازاي؟ ده الشخص اللي بينه وبينه مشاكل، قرفني وعمل لي مشاكل ورفع عليا قضية ومبهدلني. وواحد تاني يقول عدوي اللي الشخص اللي دايما عينه عليا، اخش يوم ما اشوفه يبقى يوم اسر ما بيعديش على خير. وواحده تانية تقول عدوي هو جوزي، هو الخصم الحقيقي ليا، هو اللي مبهدلني، هو اللي يعني مش يعني. انا حقيقي بشوف برامج وبشوف قد ايه احنا في وقت صعب قوي قوي، صعب جدا. يعني شفت طفل اقل من 10 سنين كاره يعيش مع ابوه وامه، تقولوا لي اكيد يعني يعيش مع سته، ولا مع سته ولا مع خاله ولا مع عمه. الطفل مش عايز يعيش مع اي حد، عايز يعيش في الشارع بسبب مش طايق اي حد، حاسس ان مفيش حد بيحبه، كان ده كل اعدائه هو ابوه او امه او. لكن النهارده احنا عاوزين نعلن ان انا خصم واحد ابليس. ايوه برافو عليك اخويا المشاهد، ابليس ايه؟ خصمكم. اوعى تفكر اللي بينك وبينه مشاكل في البيت او قريب منك او في الشغل هو ده الخصم الحقيقي ليك، لا. الخصم الحقيقي ليا وليك هو ابليس. ابليس خصمكم. وانا عاوز اعلن النهارده، والاخت اماني النهارده هتعلن قد ايه ان ابليس انهزم. ايوه بنقول ابليس انهزم. بنقول ابليس انهزم. تقول لي يا اخونا امين، ومين هزم ابليس؟ مين هزم ابليس؟ تعالوا نروح نشوف. صورنا مع اخواتنا ونروح للاخت اماني هتقول ايه، ونرجع ليكم تاني بسرعه. ابليس اتهزم ولا لسه؟ انا عايز اقول ان ابليس اتكسر مش اتهزم. نشكر المسيح، يعني لولا ان المسيح اتهزم، لولا ان ابليس اتكسر واتهزم ما كانش يبقى لينا حياه وما كانش يبقى لينا رجاء. يعني مين هزم ابليس؟ المسيح كسر وسحقه. نشكر يسوع. في ايه؟ في الصليب، مسمرا اياه في الصليب ومحى الصك اللي علينا. يعني ابليس مهزوم، مهزوم مكسور وتم خرابه للابد. ودي حقيقه لازم احنا مش بس نعلنها، لكن احنا بنعلنها للعالم كله وبنعلنها للناس كلها، انه لولا ان هو كسر ابليس ولولا ان المسيح قام ما كناش نبقى موجودين وما كناش نعرف نعبد وما كناش نعرف طبعا في الصليب. مين هزمه؟ الرب يسوع. امال التجارب والموت ده سببه ايه ما دام ابليس اتهزم؟ ده ما هو لازم التعبان لما بتدوس على ديل دماغه ديل بيرقص برضه. لازم يرقص، بس احنا مهزومين. هزموا الرب يسوع، ما فيهاش كلام دي. ربنا يباركك، رائع. اتهزم. مين هزمه؟ المسيح قادر على كل شيء. هزمه ازاي؟ بقوته، بإيمانه. قوته. ربنا يباركك. الله يباركك. واتهزم. ايه الدليل انه اتهزم؟ مين هزمه؟ يسوع بأيامته هو هزمه. وانتصر عليه. اللي هزمه هو شخص الرب يسوع المسيح. ايوه. هزمه ازاي؟ بقيامته. هزم من زمان على الصليب. مين هزمه؟ المسيح. هزمه فين؟ على الصليب. في الصليب؟ طبعا. جرد الرياسات والسلاطين واشهرهم جهارا. ما دام اتهزم، ليه المرض وليه التجارب وليه المشاكل اللي احنا فيها؟ هو الله بيسمح عشان نحط عينينا عليه، لكن هو الكتاب المقدس بيقول وبحبره قد شفينا. من تعلق بي انجيه. يعني ربنا بيجيب الامراض؟ لا.
لا بس اوقات بيسمح بيها. يعني الرب لما سمح ان في مولود كان اتولد اعمى بيقول هذا المرض ليست الا لتمجيد اسم الله. قالوا له هو هذا اخطا ولا ابواه؟ قال لهم لا، ولا هذا اخطا ولا ابواه، لكن لتمجيد اسم الله، عشان الله يتمجد من خلاله. الصليب يعني هزم ابليس. ايوه على الصليب هزمه. يعني لولا الصليب ما كانش اتهزم ابليس؟ لا طبعا، لولا الصليب ما كانش اتهزم. يعني ابليس اتهزم في ايه؟ في الصليب. اتهزم. مين هزمه؟ الرب يسوع. في هزمه ازاي؟ هزمه في الصليب. اول ما بدا، اول ما بدا معاه بالهزيمه بداوا في الصليب. حتى لو كان الصليب معلن، لكن هو خد الاول وهزمه، وبعدين قام فادانا احنا نصره في المسيح. لا لسه موجود، يبقى لسه. طول ما افعاله موجوده وموجوده يبقى لسه ما اتهزمش. يعني ابليس في رايك انت لسه ما اتهزمش؟ لا لسه اتهزم طبعا. طب لو ابليس اتهزم زي ما انت بتقول، ليه الامراض الموجوده والمشاكل الموجوده؟ لا ده طبيعي ان في الحياه المسيحيه بصفه عامه لازم يكون فيها تعب وفي ظروف الانسان بيعاني بيها، لكن ابليس مهزوم. مين هزمه؟ يسوع على الصليب. ابليس اتهزم. سؤال صعب ده. نستعيد بصديق؟ صعب عليا انا. نستعيد بصديق؟ ممكن. نروح لصديق؟ يعني متهيألي يعني كده ان لسه الحرب شغاله. يعني ابليس لسه ما اتهزمش؟ بس هو انا شايف ان هو دلوقتي مهزوم. طب شايفه مهزوم، طب والامراض والمشاكل اللي احنا فيها ما دام مهزوم برضه دي ما تخلوش، لسه دي الحرب شغاله. بس هو الحد اتهزم ولا لسه؟ يعني مهزوم طبعا. قول اللي رايك. رايي انا شايف انه مهزوم. مين هزمه؟ رب يسوع. طب لو اتهزم زي ما انت بتقول، ليه الامراض والمشاكل اللي احنا فيها؟ ليه الامراض؟ هو حاقد علينا. هو حاقد. مين؟ ابليس. هو يعني ربنا بيجيب حاجه وحشه؟ ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. ربنا غير مجرب بالشرور. لكن ابليس هو اللي بيجيب كل الامراض وكل حاجه وحشه. طب احنا كاولاده نعمل ايه عشان ندوس على ابليس؟ نمسك في ايد ربنا، ما نسيبوش. نمسك في ايد ربنا. هنتكلم عن هزيمه ابليس. الحقيقه ان في ناس كتيره جدا ما تعرفش ان ابليس اتهزم. فالنهارده هنتكلم عن هزيمه ابليس. اول حاجه الكتاب بيقول ان الرب يسوع هو نسل المراه اللي سحق راس الحيه. الحيه هو ابليس. الرب يسوع المسيح على الصليب سحق راس الحيه، ويقول الكتاب ان الرب يسوع جاء لينقض اعمال ابليس. ينقض يعني يهدم. فابليس اتهزم. في رسالة كولوسي الإصحاح الثاني وعدد 15 يقول الكتاب إيه؟ الرب يسوع جرد الرئاسات والسلاطين، أشهرهم جهارا، ظافرا بهم فيه في الصليب. جرد الرئاسات والسلاطين، يعني كل رئاسة شيطانية وكل سلطان شيطاني اتنزع منهم السلطان بتاعهم. في العهد القديم كان ابليس له سلطان على البني ادم بسبب الخطيه. العدد اللي قبليه بيقول ايه؟ العدد عدد 14 في رساله كولوسي، قبل ما بيقول اسمها السق، قبل ما بيقول جرد الرئاسات والسلاطين، يقول ايه؟ اسمها السق الذي كان ممسكا علينا في الفرائض وكان ضدا لنا مسمرا اياه على الخشبه. في العهد القديم ابليس كان له سلطان على البني ادم بسبب الخطيه، وكان في سق يعني وثيقه مكتوب فيها الدين بتاع البني ادم. اسمها السق الذي كان ممسكا علينا في الفرائض. الفرائض اللي هو ناموس الله، ناموس ربنا بيقول ما تعملش، الانسان بيعمل، فالوثيقه مكتوبه مذنب عمل كذا، كل ما تعمل خطيه
مكتوبة في الوثيقة، صك مكتوب على البني آدم إن هو مذنب مذنب مذنب. وطبعا أجرة الخطية موت والمرض والعقاب والحاجات دي. فكان إبليس له الحق على البني آدم إنه يضربه بالمرض، إنه يعمل فيه أي حاجة، إنه حتى يموته. كان إبليس له سلطان على البني آدم بسبب الخطية. كان علينا صك مكتوب إن إحنا أخطأنا في كذا وأخطأنا في كذا وأخطأنا في كذا، وعدالة ربنا ما يقدرش يمنع إبليس إنه يضرب البني آدم أو يعمل، لأن أجرة الخطية موت. فكان إبليس له سلطان على البني آدم. المسيح لما راح للصليب وشال خطية البني آدم وتعاقب عليها هو بالمرض وبالضرب وبالجلد وبالسحق ومات بدل الإنسان، ما عادش الإبليس اتمحى السك اللي كان مكتوب علينا، اتمحت الخطايا بتاعتنا، فسقط حق إبليس من على البني آدم. بيقول جرد الرئاسات والسلاطين لما المسيح حمل خطايانا في جسده وتعاقب عليها ومات بيها وقام من الأموات من غيرها، السك اللي كان ممسكا علينا في الفرائض وكان ضدا لنا اتمحى، فما عادش الإبليس حق على البني آدم. فالرب يسوع عمل ايه؟ بيقول جرد الرئاسات والسلاطين. لما اتنين ملوك بيدخلوا في حرب مع بعض، الملك المنتصر بيجيب الأسرى من المملكة التانية ويعمل بيهم عرض، ينزع منهم سلاحهم، ينزع منهم سلطانهم، ينزع منهم كل سلطان أو قوة معاهم، ويعمل بيهم عرض يقول المملكة بتاعتنا انتصرت عليهم، بقوا دول يبقوا عبيد لينا. فده اللي عمله الرب يسوع المسيح لما شال خطايا الإنسان ومات عن الإنسان على الصليب. نزل إلى أقسام الأرض السفلى وجرد إبليس من سلطانه، جرد إبليس من سلطانه. إبليس ما عادش له سلطان على البني آدم، بل بالعكس إبليس البني آدم أصبح معاه، هو اللي معاه سلطان على إبليس. الرب يسوع يقول إيه؟ أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيئا. أنت في المسيح معاك سلطان على إبليس، ويقول الكتاب إيه؟ يخرجون الشياطين باسمي. معاك سلطان في اسم الرب يسوع تخرج الشيطان. بس مع ناس تقول لك ايه، الشيطان بيحاربني، ابليس عامل فيا، ابليس مخلي فيا، صلي لي عشان ربنا يبعد الشيطان عني. يا اخت يا اخ، ابليس اتهزم، ابليس اتجرد من سلطانه، إبليس ما عادش له سلطان على البني آدم اللي في المسيح. الخطية اتدفع تمنها، الخطية اتشالت والمرض اتشال في الصليب، إبليس اتهزم. الكتاب يقول إيه؟ الكتاب يقول إيه؟ إن الله أعد لنا أعمال، إحنا مخلوقين في المسيح لأعمال أعدها الله أن نسلك فيها. يعني إحنا في المسيح اتخلقنا مرة تانية. الكتاب بيقول إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. المسيح ساكن فينا وأصبحنا خليقة جديدة. إبليس ما عادش له أي حق علينا، حقه الخطية، والخطية اتشالت والسك اللي كان علينا اتمحى. فالكتاب بيقول ان احنا معانا سلطان على ابليس، الكتاب بيقول ان احنا خليقة جديدة في المسيح، عايزين نعيش بالخليقة الجديدة دي. الرب يسوع لما كان هنا موجود على الارض ما كانش مجرد فيلسوف بيدور على الحق، ده هو كان الحق.
الرب يسوع لما كان موجود هنا على الأرض ما كانش جاي يغير الناس، ده كان جاي يخلق الناس خليقة جديدة ويديهم سلطانه وهو يتحرك ويتكلم فيهم. ما كانش مجرد واحد عنده رؤية، ده هو نور العالم. الرب يسوع المسيح عمره ما كان متسرع، عمره ما كان متردد، عمره ما كان خايف. كان عارف هو مين، كان عارف جاي منين، كان عارف رايح فين، كان عارف الأب السماوي، كان عارف إبليس، كان عارف الناس. عمره ما احتاج لغفران خطايا، عمره ما حس بالذنب، عمره ما اتكلم كلام ورجع ندم عليه، عمره ما احتاج مشورة، عمره ما حب يوزن الأمور، لكن كان عارف ان كل كلمة بيقولها صح، كل حركة بيتصرفها صح. كان بيتصرف كمان له سلطان، لدرجة ان بقى يقولوا ان ده مش زي الناس، ده بيتصرف بسلطان. وانت في المسيح خليقة جديدة، محتاج انك تقوم وتعرف انت مين في المسيح، تتكلم وتتحرك وتتصرف في سلطان اسم الرب يسوع. العالم منتظر يشوف اولاد الله. الكتاب بيقول الخليقة تئن منتظرة استعلان اولاد الله. الخليقة مش شايفة غير ان المسيحيين تعبانين، المسيحيين مرضانين، المسيحيين فقراء، المسيحيين تعبانين، فمش شايفة. فده ديانة من ضمن الديانات. عايزين نقوم نشفي المرضى ونخرج شياطين ونستخدم سلطاننا على اللي ادهولنا المسيح. ما نستسلمش للضعف، ما نستسلمش للمرض، نتكلم بسلطان ونتكلم بقوة ونعرف احنا مين في المسيح. الكتاب بيقول كما هو هكذا نحن في هذا العالم. كما المسيح جالس الآن عن يمين الآب فوق كل رياسة وفوق كل سلطان وفوق كل قوة، ومعاه سلطان على كل شيء ممن في السماء والأرض وتحت الأرض يخضع لإسم الرب يسوع، إحنا كمان جالسين معاه فوق في السماء ومعانا نفس السلطان ومعانا الحق إن إحنا نستخدم اسمه. الكنيسة عايزة تصحى وتنهض وتبتدي تستخدم سلطانها في اسم الرب يسوع، وتعلم ان ابليس مهزوم. ما تقعدش تتكلم على ابليس طول الوقت، ابليس عمل، ابليس خلى، ابليس مش عارفة ايه. ابليس اتهزم، المسيح هزمه على الصليب، المسيح سحق رأس الحية. قوم وانهض واعرف انت مين في المسيح، واستقبل شفاءك واستقبل تسديد احتياجك من ربنا، وخد كل حاجة انت عايزها من ربنا. مش بس تاخد شفاء ليك، تاخد صحة وتاخد قوة وتروح تشفي ناس تانية. مش بس احتياجك يتسدد، يبقى عندك كفاية وبزيادة تروح تدي لناس تانية. ده اللي الرب عايز يشوفنا بنعمله. المسيح دفع ثمن كل ده، والعالم كله، الخليقة كلها تنتظر، منتظرة استعلان أولاد الله. الأخبار السارة إن إبليس اتهزم، إن أنت اللي في المسيح معاك سلطان على إبليس. لو أنت مش في المسيح ولسه عايش تحت عبودية إبليس، أنا بدعوك الآن تصالح مع الله في المسيح. هو الوحيد اللي شال خطيتك، هو الوحيد اللي شال المرض بتاعك، هو الوحيد اللي فداك من العقاب الأبدي ومن الدينونة، هو الوحيد اللي أحبك حتى الموت. تعال إلى الله الآن، قل له أبويا السماوي آتي إليك في اسم الرب يسوع،
انت قلت من يقبل الي لا اخرجه خارجا، اقبل اليك الان واعلم انك تقبلني. انا اؤمن ان الرب يسوع المسيح هو مات على الصليب بدالي وشال خطيتي وشال المرض بتاعي ومات وقام من الاموات في اليوم الثالث، واعترف ان يسوع المسيح هو الرب. لو انت صليت معايا الصلاه ديت، تاكد ان الرب يسوع المسيح هيجي في حياتك او جه في حياتك يغير حياتك ويديك حياه افضل. دي اخبار ساره ان ابليس اتهزم، المسيح انتصر، واحنا منتصرين في المسيح. دايما عندنا اخبار ساره، تابعونا كل اسبوع في نفس الميعاد مع الاخ عريان، نحمل إليكم. ما كانش ينفع حد غيرك يبقى فادي عن الخطاة، علشان ده انت يا رب وحدك اللي مش نحتاج فداك. ما كانش ينفع حد غيرك يبقى فادي عن الخطاة، علشان ده انت يا رب وحدك اللي مش نحتاج فداك. ما كانش ينفع يا رب غيرك، يا رب غيرك، ما كانش ينفع، ما كانش ينفع يا رب غيرك، يا رب غيرك، ما كانش ينفع. ما كانش ينفع حد غيرك يجي يشفع في الأشرار، علشان ده انت يا رب وحدك اللي شهده انه بار. ما كانش ينفع حد غيرك يجي يشفع في الأشرار، علشان ده انت يا رب وحدك اللي شهدوا انه بار. ما كانش ينفع يا رب غيرك، يا رب غيرك، ما كانش ينفع، ما كانش ينفع يا رب غيرك، يا رب غيرك، ما كانش ينفع. ما كانش ينفع حد غيرك بيه صالحني إلهي، علشان ده انت يا رب وحدك
اللي في الجوهر مساو، ما كانش ينفع حد غيرك بيه صالحني إلهي، علشان ده انت يا رب وحدك اللي في الجوهر مساوي، ما كانش ينفع يا رب غيرك يا رب غيرك، ما كانش ينفع ما كانش ينفع يا رب غيرك يا رب غيرك، ما كانش ينفع. ما كانش ينفع حد غيرك حتى لو رضي يموت، علشان ده انت يا رب وحدك اللي في حل اللاهوت، ما كانش ينفع حد غيرك حتى لو رضي يموت، علشان ده انت يا رب وحدك اللي في حل اللاهوت، ما كانش ينفع يا رب غيرك يا رب غيرك، ما كانش ينفع ما كانش ينفع يا رب غيرك يا رب غيرك، ما كانش ينفع. لأجل كل حد صورنا معاه، نشكر ربنا لأجل أخت أماني، ربنا باركها لأنها بتعلن حق الكتابي، بتعلن كلمة ربنا اللي هي نور لحياتنا. قد إيه إحنا تشجعت أنا من خلال الكلمة اللي بتقول كده، إبليس انهزم، إبليس انهزم. أيوة تقدر تقول مع المرنم كده، دوس يا نفس بعز دوما على الشيطان، مش ممكن راح أهتز، ده يسوع إداني إيمان. ربنا يبارككم لأجل الوقت الرائع جدا، وبشكركم لأجل انتم بتتابعونا كل يوم جمعة. وانا عاوز قبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم حاجة، في برنامج بكرة هيتذاع الساعة 3:30 مقدمه، وفي لقاءات رائعة جدا واختبار رائع قوي قوي قوي، عاوزكم تتفرجوا عليه الساعة 3:30. ايوة مع سلطان الكلمة. سلام. سمعت عنه انه مش محدود، ما تحدهوش اي صدود، هعلم معجزاته واحكي عن اياته، صدقوني ربنا موجود.